جئنا كعابر النسمات نهديكم أحلى الكلمات نصحابكم في رحلة علم لنزيل الجهل من الذات لنزيل الجهل من الذات جعل الله لنا آذانا تسمع محدود الأصوات كيف تترجم ما يغشاها تفعل ذلك في لحظات تفعل ذلك في لحظات هذا ما نعرفه لما هذا ما نعرفه لما هذا ما نعرفه لما نصيت لأثير الموجات بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في الحلقات الماضية الرنين في الأعمدة الهوائية المغلقة والطريقة المتبعة في تصحيح أطوال تلك الأعمدة الهوائية والعلاقة بين تردد العمود الهوائي المغلق مع طوله أما الآن أعزائي المشاهدين دعونا ندرس طريقة توليد النغمات التوافقية المصاحبة للنغمة الأساسية في عمود هوائي مغلق وتحديد الشروط اللازمة لحدوثها من خلال النشاط العملي التالي ويسعدنا أن يشاركنا الأستاذ علي الحكمي في التعريف بأدوات التجربة والقيام ببعض الخطوات العملية أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأدوات المستخدمة في هذه التجربة كما يلي مخبار رنين تم مليه بماء ملون بطول 90 سنتيمتر تقريباً مثبت على حامل معدني ومواسك بينما تم تثبيت في الطرف الأسفل لهذا الأنبوب خرطوم مطاطي محكم بسدادة للتحكم بخروج الماء وكذلك من الأدوات المستخدمة وعاء زجاجي يستخدم لجمع الماء الفائض وكذلك شوكة رنانة ذات تردد 512 هرتز مثبت على حامل معدني طويل وكذلك من الأدوات المستخدمة مطرقة خاصة بالشوكة الرنانة ووعاء مملوء بماء ملون وكذلك قارورة مملوءة كذلك بماء ملون وقمع بلاستيك وجهاز مولد ترددات تم توصيل به سماعة صوتية والآن يا أعزائي المشاهدين يتفضل الأستاذ عبد الله بإجراء التجربة أعزائي المشاهدين سوف أضع مخبار الرنين أسفل الشوكة الرنانة وبأقصر مسافة فاصلة عن فوهة مخبار الرنين هكذا لاحظ أن طرف الشوكة الرنانة المهتز يقع تماما في مقابل فوهة مخبار الرنين وبأقصر مسافة ممكنة وقراءتنا سوف تبدأ من صفر المسطرة القراءة التي تؤخذ الآن أو تسجل تبدأ من صفر المسطرة ويجب أخذ الاعتبار للمسافة الفاصلة ومقدار التصحيح وإضافتها إلى طول العمود المحسوب بواسطة المسطرة المدرجة على أنبوب الرنين الآن الأستاذ سوف يقوم بطرق الشوكة الرنانة وأنا في نفس الوقت سوف أقوم بالسماح للماء بالخروج بواسطة الأنبوب المطاطي لاحظ يا المشاهد قراءتنا سوف تبدأ من الصفر الآن الزميل علي سوف يطرق الشوكة الرنانة وفي نفس الوقت سوف أسمح لمستوى الماء بالانخفاض رويدا رويدا حتى تحصل على أقصر عمود يحدث عنه ده الرنين وسوف أسمي هذا العمود بالرنين الأساسي أو النغمة الأساسية أو التضخيم الأساسي تفضل سيدي طرقة قوية نريد أيضا طرقة أخرى تفضل أعزائي المشاهد لعلك استمعت إلى وجود تضخيم الآن أستاذ علي باستخدام قارورة الغسيل سوف يعيدنا إلى المستوى الدقيق لسطح الماء الذي تحصلنا عليه نغمة قوية وشديدة
الآن سوف يعيد الشوك الرنانة أسفل من أو أعلى من مخبار الرنين وسوف يطلق. استمر في الملء، يكفي هنا، يكفي أستاذ علي. الآن أستاذ علي سوف يطرق مرة أخرى، يطرق. لاحظ عزيزي المشاهد أن في هذا الموضع تحصلنا على نغمة ذات صوت شديد. مرة أخرى املأ قليلا. بس الآن نريد أيضا طرقة موفقة بدون ضوضاء. لاحظ لقد استمعنا إلى صوت الصادر عن هذه الرنين، وهذه نسميه بالنغمة الأساسية، ويتكون في هذه النغمة الأساسية ربع موجة. هكذا عزيزي المشاهد يتكون ربع موجة. إذن الطول الأول لام واحد يساوي ربع جيم، ويتكون في الفوهة بطن وعند سطح الماء عقد. هذه النغمة نسميها بالنغمة الأساسية. هل يمكن التحصل أو الحصول على نغمات أخرى؟ ممكن بزيادة طول العمود الهوائي، نزيد من طول العمود الهوائي الأجوف إلى مسافات أخرى وسوف نتحصل على نغمات أخرى. الآن أستاذ علي سوف يطرق. أطرق أستاذ علي. أطرق أيضا مرة أخرى. نعم هنا أيضا استمر أستاذ علي بالطرق. أطرق في هذا الموضع. تلاحظ عزيزي المشاهد صوت تضخيم وقد تجاوزناه بواحد سنتيمتر. الأستاذ علي سوف يعيدنا إلى الصوت إلى الموضع السابق وسوف يطرق. يكفي أستاذ علي. الآن أطرق أستاذ علي. لاحظ يوجد تضخيم للصوت، وهذا تضخيم نسميه بالنغمة الأساس النغمة التوافقية الأولى. النغمة التوافقية الأولى عند هذا المستوى للماء. ولو دققت الملاحظة عزيزي المشاهد لوجدت أن هذه النغمة تكافئ هذا الشكل، بحيث أن ربع طول الموجة تحصل عليها في النغمة الأساسية يتكرر ثلاث مرات، أي ربع الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث. لو كان طول الربع الأول 15 سنتيمتر فإن سوف يكون الربع سوف يكون مستوى الماء عند مسافة 45 سنتي، أي أن هذا الربع تكرر كم مرة؟ ثلاث مرات. أي النغمة التوافقية الأولى مكونة من ثلاثة أرباع جيم. لام اثنين أو طول النغمة الأساسية، طول العمود للنغمة الأساسية الثانية يساوي 3/4 جيم، يعني أي أن الربع الموجة مكرر كم مرة؟ ثلاث مرات، الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، في الفوهة بطن وفي الطرف الملامس سطح الماء عقد، ويوجد أيضا عقد في الموضع الذي تحصل عليها النغمة الأساسية السابقة. الآن نريد تحصل على نغمة أخرى. أنا سوف أستاذ علي سوف يطرق. أيضا طرق أستاذ علي.
الآن نعم، هنا تحصلنا على تضخيم مثل كالتضخيم السابق، ولكن النغمة أقل شدة وأكثر خفوتا، وهذا شيء طبيعي لأن الصوت قد قطع مسافة أطول. أطرق سيد علي مرة أخرى حتى يستمع عزيز المشاهد. لاحظ اختفت، وهذا الدليل على أننا تجاوزنا موضع النغمة التوافقية. الثانية لاحظت يا عزيزي المشاهد أن هذا الشكل يمثل النغمة التوافقية الثانية التي مكونة من كم بطن؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة بطون، وكم من عقد؟ عقد الأول، العقد الثاني، العقد الثالث، أي ثلاثة بطون وثلاثة عقود. كم تكرر هذا الشكل الذي يمثل ربع الموجة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أي أن النغمة التوافقية الثانية تحدث عند خمسة أضعاف الطول، خمسة أضعاف ربع الطول الموجي، خمسة أضعاف ربع الطول الموجي. ولو دققنا الملاحظة في هذه الأشكال عزيزي المشاهد استنتجنا بعض الشروط أو الخصائص المهمة، وهي أنه دائما يتكون في الطرف المفتوح بطن، وفي الطرف المغلق يتكون عقد، يتكون عقد. أيضا لو دققت الملاحظة أيضا أن عدد البطون يساوي عدد العقود. أيضا الشيء الآخر أنه النسبة بين أطوال النغمات الأساسية الثلاث نسبة أعداد فردية، أي واحد إلى ثلاثة إلى خمسة، يعني تحصل على النغمة التوافقية الأولى على مسافة كافة ثلاثة أضعاف النغمة الأساسية. إذا تحصلنا على النغمة التوافقية الثانية فإنها سوف نجدها على مسافة خمسة أضعاف النغمة الأساسية. الآن عزيزي المشاهد دعنا نتحقق من النتيجة عمليا بطريقة كهربائية باستخدام سماعة وضبط الجهاز على تردد 512 هرتز بعد ملء الأنبوب بالماء، وسوف نرى وجود هذه النغمات، النغمة الأساسية والنغمات التوافقية التابعة لها. الأستاذ علي سوف يملأ جميل. الآن سوف استبدل الشوكة الرنانة بالسماعة. سوف أضع السماعة على فوهة الأنبوب تماما. الآن سوف أقوم بتشغيل، أستاذ علي سوف يقوم بتشغيل مولد الإشارة، وسوف نستمع إلى النغمات النغمة الأساسية والنغمة التوافقية بعدما ضبطنا الجهاز على تردد 512 هرتز. لاحظ إذا المشاهد لك تستمع إلى هذا التضخيم، هذا عند أقصر عمود وهذا يكافئ النغمة الأساسية. لاحظ تجاوزناها الآن. الآن نبحث عن النغمة التوافقية الأولى. لاحظ يوجد تقوية ها هنا، وهذه هي النغمة التوافقية الأولى، هذه النغمة التوافقية الأولى. الآن نخفض مستوى الماء مسافة أكبر، لاحظ الصوت ينخفض ثم يبدأ بالظهور مرة أخرى. لاحظ المشاهد استمع إلى صوت
لقد مررنا بها قليلا أم لا أستاذ علي؟ قليلا الحصول عليها. نعم ها هنا يوجد تضخيم للصوت، ونتحقق من ذلك بخفض المستوى، نجد الصوت قد انخفض، وهذا هو الرنين الثالث، الرنين الثالث أو النغمة التوافقية الثانية. وفي ختام تجربتنا هذه لا يسعني عزيزي المشاهد إلا أن أشكر حسن استماعك وإصغائك، على أمل اللقاء بك في تجربة جديدة ومثيرة في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا كعبير النسمات نهديكم أحلى الكلمات، نصحابكم في رحلة علم لنزيل الجهل من الدار، لنزيل الجهل من الدار. جعل الله لنا آذانا تسمع محدود الأصوات، كيف تترجم ما يغشاها؟ تفعل ذلك في لحظات، تفعل ذلك في لحظات. هذا ما نعرفه لما، هذا ما نعرفه لما، هذا ما نعرفه لما نصيت لأثير الموجات.